دول فيها الفيزيك طول 173 بطولة سلطنة عمان دايمون كاب. مستمتعين طبعا وحضراتكم مستمتعين بالبطولة. أتمنى الناس اللي معانا في اللايف تعمل شير، تعمل لايك لللايف عشان يوصل لكل الناس عشان تتابع هذا اللقاء، تتابع البطولة. دول فئة الفيزيك منذ قليل طبعا كان في تتويج فئة الجونيور فيزيك، وكان في فئة الأساتذة فيزيك، وكان فئة الكلاسيك فيزيك منذ قليل. دول طبعا الشباب في فئة الفيزيك. إن شاء الله البادي بيلدينج بكرة بإذن الله هننقل لكم برضو البادي بيلدينج إن شاء الله لو أنتم متابعين اللقاءات معنا. أتمنى بس الناس اللي موجودة معنا في اللايف ياريت تعمل شير لللايف، تبدأ تشير اللايف لأصحابها، تعمل لايك عشان الفيسبوك طبعا مش بيدعم اللايفات إلا إذا كان أنت عملت شير أو عملت لايك أو عملت منشن لصاحبك عشان يتابع هذا اللقاء. طبعا احنا مستمتعين بالبطولة، يمكن ناس كانت معانا من ذو قليل وكانت متابعة البطولة، كان ما شاء الله في متابعة قوية جدا جدا. اتمنى الناس اللي معانا اللي متابعة تستمتع بالبطولة، لان البطولة مهمة جدا ان شاء الله ان انتم تتابعوها. وزي ما بقول لحضراتكم البطولات دي بتبقى دعم للشباب على مستوى الوطن العربي. عارفين طبعا ان الشباب موضوع السفر والامور دي بتبقى صعبه عليهم شويه، لكن لما يبقى في بطوله فيها دعم وموجوده في البلد بتبقى حاجه عظيمه جدا يعني. بنشكر طبعا القائمين على هذه البطوله، بنشكرهم طبعا لان دي حاجه كويسه جدا وحاجه احنا فخورين بان البطوله طبعا على أرض سلطنة عمان، وده أول مرة تقام بطولة دولية زي ما حضراتكم متابعين معانا. طبعا تحياتي لكل الناس اللي بتبعت لنا كومنتات وكل الناس اللي بترحب بينا، بحييكم جميعا. أتمنى الناس كلها تتابع هذا اللقاء وتعمل شير للقاء لأن مهم جدا متابعتكم لهذه اللقاء. One, two, three, one.
طبعا دول طول فيزيك، فئة الفيزيك طول 179، بطولة دايموند كاب سلطنة عمان. Four.
Gentlemen, first position.